السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حضورنا الكريم، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سوق واقف. هذا البرنامج اللي احنا نلتقي فيه بجماهير قناة الريان وأيضا بالأشخاص اللي حماسهم يكون عالي، وأيضا في نفس الوقت الحماس عالي والروح التنافسية وأيضا الروح الرياضية تكون حاضرة عندهم، بالإضافة إلى اتصالاتنا اللي احنا نستقبلها على 5-4-1-8-1. عندنا هني الأربع صناديق، بداية من الجغرافيا والتاريخ، وطبعا الجغرافيا والتاريخ والمعلومات العامة وأيضا الرياضة، هذه الصناديق الأربع اللي موجودة عندنا، بالإضافة أيضا إلى اتصالاتنا والأشخاص اللي يتصلون على قناة الريان ويتصلون لبرنامج سوق واقف. الحلقة اللي طافت السؤال الذهبي راح من أول اتصال، وأيضا في هذه الحلقة نتمنى أيضا أن السؤال الذهبي يحصل صاحبه ويحصل نصيبه. أمسي عليكم بالخير في هذه الحلقة اللي راح تجيبكم بها خلال ساعة من الزمن، هذه الساعة راح نمكس فيها، بناخذ من الجمهور وأيضا راح ناخذ اتصالاتنا ونرضي وناخذ أكبر عدد ممكن من مشاهدين وأيضا متابعين ومحبين قناة الريان. خلونا نشوف حماس الجمهور. مساكم الله بالخير جمهور قناة الريان، جمهور برنامج سوق واقف، شخباركم؟ إن شاء الله طيبين، يا هلا ومرحبا فيكم. حماسكم عالي؟ كلكم الحماس جاهز؟ يعني بإذن الله راح تكون الحلقة هذه مليئة بالحماس ومليئة بالروح التنافسية وأهم شيء الروح الرياضية، اتفقنا؟ بإذن الله إن شاء الله. وأيضا مشاهدينا الكرام في هذه الأنحاء وهذه الساعة راح تكون مليئة طبعا بالفرح، هذا وعدي لكم، وبإذن الله تمر هذه الحلقة بأمنيات وأيضا بتحقيقها لأمنيات محبين قناة الريان. نبدأ الآن ناخذ الجمهور وناخذ أول مشترك معانا في برنامج سوق واقف. طبعا احنا راح نختار بشكل طبعا عشوائي، بداية من النص اليمين اليسار، بنحاول ان احنا ننوع ونحاول ان احنا طبعا ناخذ اكبر عدد ممكن من الاشخاص. الوالدة اللي موجودة هني مع عيالها، حياكم الله، تفضلوا. الوالدة هذه، نعم يما، حياك، نعم حياكم من هني، حياكم من يمين المسرح. طبعا مشاهدينا الكرام انا احب اقول لكم وايضا حضورنا الكريم، احب اني اذكركم بمهرجان او سوق التمور. هذا المهرجان اللي يجرى في الوقت الحالي في سوق واقف، بداية من 15 فبراير أمس وحتى 15 مارس 15/3، لمدة شهر كامل كل أنواع التمور موجودة في هذا المهرجان، ونشوفها الآن. يا هلا ومرحبا، عرفني باسمك. إبراهيم. يا هلا ومرحبا، عرفني باسمك. إبراهيم. يا هلا إبراهيم، شو أخبارك يا إبراهيم؟ الحمد لله. عرفينا باسمك. أم إبراهيم. يا هلا ومرحبا بك يا أم إبراهيم. إبراهيم، ايش سويت في سوق واقف؟ لعبت. لعبت؟ وبعد شو سويت؟ رحت مهرجان التمور؟ سوق التمور الموسمي؟ ايه. واستانست ولا لا؟ ايه. حلو، استانست. أم إبراهيم، وين تحصلون نفسكم؟ في الجغرافيا ولا الرياضة، التاريخ ولا المعلومات العامة؟ الجغرافيا. الجغرافيا، نقول بسم الله، نبدأ بالجغرافيا. شاطرة في الجغرافيا أم إبراهيم؟ إن شاء الله. أمورش طيبة؟ بس دقيقة خليني ألم الأوراق اللي طاحت. يلا نقول بسم الله. يلا يا أم إبراهيم. أم إبراهيم، حياكم معي بس بالنص في البداية، خلنا نشوف حماسكم ونشوف أيضا استعداد الجمهور معاكم. كم عدد قارات العالم؟ كم عدد قارات العالم يا أم إبراهيم؟ ستة. ست قارات؟ إيه. سبعة قارات. ست ولا سبع؟ سبع قارات. خلنا نشوف الجمهور. ست قارات. ست ولا ست. سبع؟ ست. ها يا أم إبراهيم، ست ولا سبعة؟ ستة. ست غارات ولا سبعة؟
سبعة. طيب أم إبراهيم، عشان ما تتلخبطين بين إجاباتك وإجابات الجمهور، خصوصا أنها متقاربة يعني 6 أو 7 قارات، إحنا طبعا في هذا السؤال عندك خيارات، أقدر أعطيك 4 خيارات لكن راح أقسم من الجائزة 500 ريال، أقدر أعطيك 2 خيارين لكن راح أقسم عليك نصف الجائزة. سبع قارات. إيه؟ إبراهيم شو تقول؟ 7. لا أبي بصوت عالي عشان في حد سمع. ما حد سمع. هاي إبراهيم. 7. إجابتك صحيحة بالفعل، 7 قارات يا إبراهيم، ألف مبروك، فزت معانا طبعاً 2000 ريال، تفضلوا استلموا جائزتكم ويا هلا ومرحبا فيكم. نبدأ الآن ناخذ أيضاً مرة أخرى من الجمهور، نشوف من اللي راح يشارك، طبعاً إحنا أخذنا من يسار المسرح، خلونا الآن ناخذ من أمام مسرح سوق واقف، طبعا كلكم فيكم الخير والبركه، ولكن احنا نختار مجموعه من الاشخاص باذن الله، نختار اكبر قدر ممكن. الشباب اللي موجودين هنا 3 شباب، حياكم الله، ثلاثتكم يا مرحبا فيكم. راح طبعا انا وعدتكم ان احنا راح ناخذ اكبر قدر ممكن من متابعين برنامج سوق واقف وايضا حضورنا الكريم، يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم. يا هلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، حياكم في النص، عرفنا باسمك. محمد دوسري. يا هلا يا محمد. مبارك الدوسري. يا هلا يا مبارك. سعد اخوي. عبد الله الدوسري. يا هلا يا عبد الله، ايش حالك؟ مساكم الله يعافيك. طيبين. سويتوا سوق واقف؟ تقهوينا، تمشينا، مرينا على سوق التمور. حلو. طبعا اللي هو سوق التمور الموسمي. نعم. تو بادي امس. نعم. التمور موجوده من كل مكان. نعم. كل مكان في العالم ما شاء الله. خذتوا لكم شويه من التمر ولا عاد؟ لا لا الحين ما تسوق للحين. ايه خلينا نظره ونشتري على ما قال. خذت نظره وتاخذون طالع عشان ما توهق بالاكياس من شايل. نعم. صحيح. ايه الله يعطيكم العافيه. يا مرحبا بكم. تحصلون نفسكم في الجغرافيا ولا في الرياضه، التاريخ، المعلومات العامه؟ المعلومات العامه. على طول المعلومات العامه. على طول. ترى المعلومات العامه تمكز لك في كل الامور، ترى تاريخ جغرافيا. يلا نقول بسم الله. بسم الله. طبعا انا قلت لك انه هو يمكس وسؤالك راح يكون من التاريخ تقريبا يعني. توكل. يقول بسم الله. مدينه عربيه اشتهرت قبل الاسلام بقيصري غمدان والقليس، ما هي؟ تعيد السؤال. ابشر. مدينه عربيه اشتهرت قبل الاسلام بقصري غمدان والقليس، ما هي؟ بقصري غمدان والقليس، ما هي هذه المدينة العربية؟ سم؟ خلنا نسمعك، ما اسمع صوتك. نغير السؤال. السؤال واحد. 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 عندي احتمالات، لكن إذا أعطيتك الاحتمالات راح أنقص من قيمة الجائزة. يعني إذا أعطيتك 4 احتمالات راح أنقص عليه، راح أنقص من الجائزة 500 ريال، هي 2000. راح أنقص منك 500. وإذا أعطيتك. صنعاء. إن شاء الله صنعاء. ما تبي أكمل. مالي بالخيارات. صنعاء. صنعاء. صنعاء بإذن الله. بإذن الله. إن شاء الله. وين لقيتوا الإجابة؟ تبكم تفكرون بالاختيارات. والله جات. قاعد تتفكر ولا من الجمهور؟ جات. جاتك. أهم شيء إن الإجابة جات. إن شاء الله صنعاء وصح بإذن الله. بإذن الله. بعيد لك أنا السؤال، يمكن تفكر، يمكن تبون تغيرون إجابتكم. ترى الجمهور مو دائما إجابته تكون. مدينة عربية اشتهرت قبل الإسلام بقصري غمدان والقليس، ما هي؟ صنعاء. شلون؟ توكل على صنعاء. بنتوكل على الله، لكن انا ابي اجابه، ابي تثبيت. توكل على الله. انت تشتتنا كذا. انا اشتتك، لكن في النهايه بتاخذ 2000 ريال. ان شاء الله انا صنعاء. ان شاء الله. صنعاء. ان شاء الله. صنعاء. متاكدين؟ خلينا نسمع الاخير. صنعاء ان شاء الله. صنعاء ان شاء الله. ان شاء الله. توكل على الله. ان شاء الله صح. باذن الله الواحد الاحد. خلاص نثبت؟ ان شاء الله نثبت. بنثبت خلاص، احنا ثبتنا الاجابه. طبعا انا بقول لكم من مميزات برنامج سوق واقف انه يختبر معلوماتكم في عدد كبير من جوانب الحياه، وايضا من المميزات انه يمكن تحصل لك الاجابه من الجمهور. نعم. هذه احنا متفقين عليها. من سلبياتها ان الجمهور يمكن يعطيك اجابه غلط. ما يقصرون الجمهور. هم ما يقصرون، انا معاك، لكن يمكن يعطيك اجابه غلط. نعم صحيح. هذه هي المشكله. انا كان ودي ان انتم تفوزون بالايجابيه، ان الجمهور يعطيكم اجابه صحيحه، لكن انتم رحتوا للسلبيه. واقول لكم طبعا بكل اسف وبكل اسى، الف مبروك عليكم 2000 ريال جابتكم صحيح. يا مرحبا بكم، مبروك عليكم 2000 ريال، تفضلوا استلموا جائزتكم، حياكم الله. والان ناخذ من الجمهور ولا اتصالات؟ ناخذ اتصالات ونقول الو. يا هلا ومرحبا.
هلا السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا يا عبد الحكيم. مرحبتين. يا هلا يا عبد الحكيم، شو اخبارك؟ ان شاء الله طيب. الحمد لله. ها يا عبد الحكيم، الحلقه اللي طافت عبد الحكيم اول متصل معانا هو اللي فاز بالباب الذهبي، اللي جائزه الباب الذهبي تقدر ب نقدر نقول جائزه الباب الذهبي تكون عباره عن 5000 ريال اللي هي جائزه السؤال الذهبي. ان شاء الله انت بتكون قدها وقدود. ان شاء الله. ان شاء الله راح تطلع لك الان البيبان على الشاشه، واختار لي باب من هذه الابواب. الرقم 2. الباب رقم 2، افتح يا باب. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق. شلون امورك؟ في الحق ما تلحق، جاهز؟ جاهز ان شاء الله. باذن الله انت جاهز واحنا جاهزين. الحق ما تلحق، راح باذن الله راح تفوز معنا ب 3000 ريال. لكن يا اخوي ذكرني باسمك. عبد الحليم؟ عبد الحكيم. يا هلا يا عبد الحكيم، السموحه. عبد الحكيم راح اعطيك الان انا 5 اسئله، اجابه هذه الاسئله راح تكون عباره عن صح ام خطا. اول اجابه صحيحه راح تكون 1000 ريال، وباقي الاجابات 500 ريال. جاهز؟ طيب. طيب جاهز. يلا ان شاء الله واحنا جاهزين. عطنا الدقيقه، راح تبدا الان الدقيقه. عندك دقيقه طبعا لازم تلتزم فيها. بسم الله. تصميم فندق المرقاب مستوحى من الفنادق الاوروبيه القديمه، صح ام خطا؟ خطا. اجابتك صحيحه. يعود تاريخ بناء قلعه ام صلال محمد الى القرن 19، صح ام خطا؟ صح. اجابتك صحيحه. 500 ريال. تم تدشين 4 متاحف جديدة في الحي التراثي لمشروع مشير بقلب الدوحة عام 2015، صح ام خطأ؟ صح. إجابتك صحيحة. 500 ريال. يقصد بالحمسة هو سمك الهامور، صح ام خطأ؟ خطأ. إجابتك صحيحة، ما شاء الله عليك. 500 ريال. كبير القلاليف يسمى الأستاذ، صح ام خطأ؟ صح. إجابتك صحيحة يا عبد الحكيم، ومبروك عليك 3000 ريال. ألف ألف مبروك. طبعاً فندق المرقاب مستوحى هذا التصميم، طبعاً هذا الفندق من التراث القطري. الآن نأخذ اتصال ثاني ونقول له. مرحبا. يا هلا ومرحبا، من معاي؟ معك تميم. يا هلا يا تميم، شخبارك يا تميم؟ الله يجمل حالك، ايش حالك؟ يا هلا، الله يسلمك ويجمل حالك يا تميم. تميم، في مرة من المرات حضرت معانا على مسرح سوق واقف ولا لا؟ جيت بس ما اختارني والله. جيت بس ما اخترناك، ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي في نفس الموعد تكون موجود. ان شاء الله باذن الله. باذن الله باذن الله يا تميم، راح تطلع لك الان البيبان على الشاشه. حاب ابشرك ان الباب الذهبي للحين ما راح. عندك البيبان الان ظاهره على الشاشه من 1 الى 12 ما عدا الباب رقم 2. يلا. يلا اختار. نقول رقم 8. الباب رقم 8، افتح يا باب. السؤال الذهبي، السؤال الذهبي يا تميم. 5000 ريال راح تكون من نصيبك. شلون معلوماتك؟ في حد معاك يساعدك؟ اي والله الربع حولي. معاك الربع، من وين تكلمنا؟ كلمك من الدفنة. من وين؟ من الدفنة اكلمك. ما سمعتك لكن في الدفنة. طيب في الدفنة، وبإذن الله إن شاء الله يكون السؤال الذهبي هو فالك. لكن جائزة السؤال الذهبي راح تكون فالك ولا لا، هذا اللي راح نعرفه بعد ما أقول لك هذا السؤال. نقول بسم الله. جاهز؟ جاهز. يلا جاهز، نقول بسم الله. في أي عام صدر القرار الأميري الخاص بتحديد يوما رياضيا في دولة قطر؟ في أي عام صدر القرار الأميري الخاص بتحديد يوماً رياضياً في دولة قطر؟ هو قريب 2013-2012. قريب 2013، قربت. لكن احنا نبي منك إجابة، ثبت لي طبعاً في البداية هذه الإجابة. تحت ولا فوق؟ عتساعدنا. والله يا تميم صوتك بعيد شوي، لكن أنا راح أعيد لك طبعاً السؤال. في أي عام صدر القرار الأميري الخاص بتحديد يوماً رياضياً في دولة قطر؟ 2011. تسألني ولا تبيني أثبت؟ ما أدري أثبت. ثبت اللي ودك. الربع يقولون لي 2011. الربع يقولون لك 2011، أنت شو تقول؟ الإجابة
الجائزة بإذن الله، جائزة هذا السؤال راح تكون من نصيبك أنت، فلازم أنت تقول لي، أنت تثبت لي الإجابة. نقول 2011 إن شاء الله. متأكد؟ أي نعم. يعني جائزة أنت لو تفكر فيها، السؤال الذهبي جائزته 5000 ريال، فلازم الجواب يطلع من قلبك. أنا والله أنت لا ما أدري لخبطنا. يلا خلاص ثبت لي وأول إجابة ثبتها من بعد ما أعيد لك السؤال راح تكون بإذن الله راح أثبتها بإذن الله راح تطلع صحيحة. في أي عام صدر القرار الأميري الخاص بتحديد يوما رياضيا في دولة قطر؟ 2011. تسألني ولا تثبت؟ ثبت. تثبت. إذن في 2011 تم صدور القرار الأميري الخاص بتحديد يوما رياضيا في دولة قطر. هذا اللي قلت لي يا تميم، وأنا الآن راح أرد عليك وأقول لك مبروك عليك 5000 ريال. إجابتك صحيحة يا تميم، ألف مبروك. بالفعل في عام 2011 تم صدور القرار الأميري الخاص بتحديد يوما رياضيا في دولة قطر. والحين ناخذ جمهور ولا نطلع فاصل؟ ناخذ من الجمهور. خلونا ناخذ، احنا طبعا خذنا من اليمين خذنا من الامام ناخذ من اليسار. اخوي اللي موجود هناك العماني، حياك الله، يا مرحبا بك، تفضل تفضل. طبعا باب المسرح موجود على اليمين، يا هلا مرحبا بك، حياك الله، يا هلا مرحبا، عرفنا باسمك، حياك. السلام عليكم. عليكم السلام، عرفنا باسمك. علي الهاشمي. يا هلا يا علي. علي ايش سويت في السوق واقف؟ والله تمشيت السوق واقف وتوني طالعين. تو طالع جاي الدوحة سياحة ولا عايش هني في قطر؟ والله عايش هني. عايش هني؟ اي نعم. حلو، يعني عندك نقدر نقول معلومات عن الجغرافيا والرياضة والتاريخ والمعلومات العامة من البيئة القطرية. والله ها نص نص. نص نص. لا بإذن الله امورك راح تكون طيبة وراح تفوز معانا وراح تتسهل ان شاء الله. ان شاء الله. وين تحصل نفسك، في الجغرافيا، في الرياضة، في التاريخ ولا في المعلومات العامة؟ في الرياضة. في الرياضة. شكلك رياضي. والله ها نص نص. وين تحصل نفسك في الرياضة؟ والله في كرة القدم. كرة القدم. كرة القدم. حلو. طبعا بما انك عماني ابارك لك فوزكم في بطولة خليجي. الله يبارك فيك. فوز المنتخب العماني، وان شاء الله سؤالك يكون عن بطولة خليجي وعن البطولة اللي فاز فيها المنتخب العماني. حلو. هو سؤالك لحسن الحظ في كرة القدم بس مو في بطولة خليجي. نقول بسم الله. أين أقيمت النسخة الثانية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عام؟ عيد السؤال لو سمحت. أين أقيمت النسخة الثانية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عام؟ في قطر. في قطر؟ أي نعم. على طول عطيتني الإجابة. على طول. ما تبي أعطي خيارات؟ لا محتاج. مو محتاج؟ لا. تقول لي معلوماتك نص نص؟ يمكن تحتاج؟ إيش رأيك؟ في قطر إن شاء الله. في قطر؟ أي نعم. متأكد؟ متأكد. أكيد؟ أكيد. أكيد ولا أكيدين؟ أكيد. أكيد؟ أكيدين. أكيدين بعد؟ إيه. ما تبي تأخذ وقتك في التفكير؟ إن شاء الله في قطر. بعيد لك السؤال وعطني ثبت لي الإجابة الأخيرة. أين أقيمت النسخة الثانية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عام؟ في قطر بالدوحة. في قطر وبالدوحة. و2000 ريال، ألف ألف مبروك لك. بالفعل أقيمت النسخة طبعا النسخة الثانية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عام في دولة قطر. ألف مبروك لك. الله يبارك. تفضل استلم جائزتك من تحت. يا مرحبا بك. مرحبا. والآن مشاهدينا الكرام ما زلنا متواصلين في فقرات برنامج سوق واقف، نلتقي بكم بعد هذا الفاصل، خلكم معنا. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، حضورنا الكريم، وعيد الترحيب فيكم في الفقرة الثانية من برنامج سوق واقف. أنا موجود والأسئلة موجودة وبنبدأ على طول على طول، ما في انتظار بإذن الله. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا نبدأ الآن نختار من اليسار، خذنا من كل الجهات،
تفضل يا اختي اللي موجودة هنا مع الوالدة، حياكم الله انتم الثنتين، يا مرحبا. بإذن الله راح نحاول ناخذ أكبر قدر ممكن من طبعا الحضور الكريم. احنا البرنامج طبعا لمدة ساعة، خلال هذه الساعة كلكم طالعين، واللي ما يقدر يطلع معانا لضيق الوقت، الحلقات الجاية كلها موجودة، احنا متواجدين هنا بشكل أسبوعي وكل ويكند. يا مرحبا، عرفوني بأساميكم. السلام عليكم. عليكم السلام ومرحبا، عرفيني باسمك يما. أم مخلص. أم عيني المايك. ارفعي ام مخلص. يا هلا يا ام مخلص، الله يبارك. اسمك اختي، ارفعيني المايك انت بعد. خلود غرير. يا هلا ومرحبا، من وين؟ من الاردن. يا هلا ومرحبا باهل الاردن، سمعوني تحيه حق النشامه، يستاهلون اهل الاردن. يا مرحبا، وين تحصلون اول شيء في البدايه قبل ما نبدا نختار من الصناديق؟ ايش سويتوا في سوق واقف؟ مرينا على سوق التمور. حلو. وما شاء الله يعني في شركات كثير مشاركه، وما شاء الله يعني شيء مميز. يعني صراحة أنا تفاجأت بالتنظيم، تفاجأت بالشركات الموجودة، ما شاء الله بالفيديوهات اللي كانت تعرض، يعني شيء ما كنت متوقعيته. ما شاء الله يعني في تنظيم خصوصا بالزراعة، يعني أعداد هائلة من خلال الفيديو اللي احنا شاهدناه. يعني في اهتمام غير طبيعي بالجانب بتربية المواشي بالزراعة، فهذا شيء ببشر بالخير. يعني هذا التطور ما شاء الله. حلو، الله يعطيك العافية. منظمين سوق التمور الموسمي، طبعا هذه إشادة منك لهم، وهم يستاهلون هذه الإشادة بالطبع. الآن جغرافيا، رياضة، تاريخ، معلومات عامة. جغرافيا. نقول جغرافيا، بسم الله. أنا أحب اللي يختارون الجغرافيا للأمانة، لأن الجغرافيا أسئلتها سهلة. معلوم انت في البدايه مدرسه جغرافيا؟ لا، انا اعمل بوزاره البلديه والبيئه. حلو، تخصص الجغرافيا. تخصصي بيولوجي. اللي هو احياء. نعم، يعني سؤالك وين والبيولوجي وين، لكن ان شاء الله باذن الله مخلص معانا باذن الله الواحد الاحد. ما معنى كلمه ديره؟ ديره اللي هي البلد او الموطن اللي بيعيش فيه الانسان ويكون انتمائه له. اجابتك جدا جميله، انا ما ابي اقول لك غلط بس هي غلط. جاوبتيني بكل حماس، انا ودي اقول لك اجابتك صحيحه للامانه، اجابه كامله، ولكن اجابتك غلط. الديره. اها، الديره هي البلد اللي تستقر فيه ويكون امانك فيه. هو صحيح، يعني انا قلت لك انا ما بقول لك غلط، لكن السؤال اللي عندي واجاباته غلط. فما معنى كلمه ديره او ديره؟ يعني هي تقرا باللهجتين، باكثر من لهجه. ديره، دائره. قربتي دائرة، صحيح؟ الرحى أو الدائرة أو لا، تقدرين أنت طبعاً الآن توصفين لي شكلها، هي فعلاً دائرية. اللي هي طاحونة ال لا، تبين أعطيك خيارات؟ طبعاً أنا إذا حابة أن أنا أعطيك أربع خيارات راح أخصم منك 500 ريال من الإجابة. إذا حابة أعطيك خيارين اثنين راح أخصم منك 1000 ريال. الدار، البيت. بعد لا، بعد غلط. هو للأمانة هو فعلاً يعني سؤال قد يكون فيه نوع من الصعوبة. لذلك اذا حابه اني اعطيك اربع خيارات لازم اخصم منك طبعا 500 ريال. ها، الجمهور موجود. ما معنى كلمه ديره؟ دارو. هو شوفي، هو فعلا هو شيء دائري، هو شيء محسوس، وانت تستخدمينه يمكن في طبيعه عملك. ما استدار من الرمل. غلط. غلط. ما استدار. يعني هو الإجابة غير صحيحة وغير دقيقة. عموما أنا راح أعطيك الخيارات الآن. ما ما يعني أنت يمكن نقدر نقول أن استغرقتي كل محاولات الإجابة. الآن راح أعطيك الخيارات، لكن راح أعطيك أربع خيارات. الخيارات الأربع هذه راح أخصم منك 500 ريال. الكرة. شلون؟ الكرة. بقول لك أنا الخيارات. هل هي البوصلة أم الهيرات أو اللؤلؤ أو أجرة البحارة؟ البوصلة. هاي مخلص. البوصلة. ايش رايك؟ البوصلة. البوصلة؟ الحين الجمهور عطاك الإجابة، مساء ما عطوك إياها الإجابة. هاي مخلص. أنتِ أول واحدة قلتي البوصلة. يعني بنتك حاولت لكن إجابتها ما كانت موفقة. طيب. خلنا نشوف أم مخلص، هاي أم مخلص. البوصلة. البوصلة؟ متأكدة؟ الله أعلم. البوصلة. خلاص الجمهور يقول لي البوصلة خلاص. وانتوا واضح ان استغرقتوا كل المحاولات وقلتي لي البوصله يا ام مخلص. ما فكرتوا ثبتت الاجابه على طول، استغربت. عندكم اربع خيارات، خصمنا 500 ريال، المفروض تفكرون بال 1500 ريال. طلعونا.
مبروك عليك ال 1500 ريال بالفعل بالفعل يا ام مخلص، وبالفعل اختي جابتكم هي البوصله. الف الف مبروك لكم، اتمنى لكم وقت سعيد في سوق واقف. فضل استلموا جائزتكم. يا مرحبا، يا هلا ومرحبا، الله يسلمك. والان ناخذ اتصال، اتصال ونقول الو. يا هلا يا عبد الحميد، معي عبد الحميد. الو، يا هلا ومرحبا يا عبد الحميد، شو اخبارك؟ ان شاء الله طيب. الله يعافيك، شحالك؟ يا هلا، الله يسلمك ويجمل حالك. عبد الحميد راح منك طبعا الان السؤال الذهبي، ولكن اسئله الحق ما تلحق والحق ما تلحق، عندك سؤال على الطاير كلها موجوده. الان راح تظهر لك البيبان على الشاشه، اختار لي باب من الابواب اللي راح تظهر لك الان على الشاشه. يلا يا عبد الحميد. نقول يلا اختار لي باب من البيبان الان. سبعة. الباب رقم سبعة، افتح يا باب، افتح حق عبد الحميد. الحق ما تلحق، الحق ما تلحق يا عبد الحميد. راح اشرح لك الان آلية المشاركة والإجابة ايضا في سؤال الحق ما تلحق. راح اعطيك خمس أسئلة، خمس أسئلة هذه إجابتها عبارة عن صح ام خطأ. اول إجابة صحيحة راح تكون عبارة عن 1000 ريال، وباقي الإجابات الصحيحة راح تكون 500 ريال. الإجابة في دقيقة واحدة. جاهز يا عبد الحميد؟ جاهز. عبد الحميد جاهز، بتبدأ الآن الدقيقة تحسب لك يا عبد الحميد. نقول بسم الله. انضمت جامعة جورج تاون إلى المدينة إلى جامعات المدينة التعليمية عفوا في عام 2013، صح أم خطأ؟ خطأ. إجابتك صحيحة، 1000 ريال. افتتح منتجع جزيرة البنانة في عام 2013، صح أم خطأ؟ خطأ. إجابتك صحيحة، 500 ريال. تأسس مركز أصدقاء البيئة في عام 1992، صح أم خطأ؟ صح. إجابتك صحيحة، 500 ريال. أنشئت مؤسسة قطر للبترول عام 2000، صح أم خطأ؟ خطأ. إجابتك صحيحة، 500 ريال، كفو عليك، استمر. البانوش هو قارب صغير الحجم، صح أم خطأ؟ صح. إجابتك صحيحة بالفعل، ما شاء الله عليك، 3000 ريال، ألف ألف مبروك لك. طبعاً جامعة جورج تاون انضمت إلى المدينة التعليمية مشاهدينا الكرام في عام 2005، وأيضاً جزيرة البنانة أو منتجع جزيرة البنانة افتتح في عام 2014. الحين نروح عند الجمهور، يلا نبدأ الآن نروح عند الجمهور ونشوف جمهورنا. مساعة اخترنا من اليسار، خلونا نختار الآن من أمام المسرح. أخوي اللي موجود هنا تفضل، حياك الله أخوي، يا مرحبا يا مرحبا. وخلنا نشوف الآن مشترك جديد، تحدي جديد، منافسة جديدة، وراح نقيس أيضا نبضات مشترك جديد ونشوف معلوماته ونشوف أيضا الثقافة وأيضا حصيلة المعلومات. السلام عليكم. يا هلا مرحبا، عليكم السلام، عرفني باسمك. ثائر عكاري من سوريا. ثائر عكاري. يا هلا مرحبا بك أخوي ثائر، سويت في سوق واقف؟ والله تمشينا وشربنا قهوينا ومجلنا على سوق التمور، شيء حلو والله، حلو يعني جميل. ما شاء الله كل المشتركين طبعا مرة وسوق التمور فعلا أكيد. سوق يستحق الزيارة، خصوصا أنه موسمي ويستمر لمدة شهر. شهر صحيح. صحيح. صحيح نعم شهر. جغرافيا، رياضة، تاريخ أو معلومات عامة؟ جغرافيا. جغرافيا كلكم عند الجغرافيا، أول حلقة الكل يتجه إلى الجغرافيا. طبعا سؤالك جغرافي قطر، مو بحول سوريا، سؤالك مو عن الجغرافيا السورية ولكن عن الجغرافيا القطرية. طبعا. نقول بسم الله. جاهز؟ بسم الله. جاهز بإذن الله. هي جزيرة ساحلية قطرية تبعد عن الساحل بحوالي 50 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من خور العديد، وتتكون من مجموعة من الكتل الصخرية ذات التكوينات القديمة. ما اسم هذه الجزيرة؟ هي جزيرة معروفة جدا في الأوساط القطرية ولها محبينها ولها مرتادي البحر. سيلين؟ سيلين مش جزيرة. راح أعيد لك السؤال مرة ثانية. هي جزيرة ساحلية قطرية تبعد عن الساحل بحوالي 50 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من خور العديد، وتتكون من مجموعة من الكتل الصخرية ذات التكوينات القديمة، وأيضا هي جزيرة قيمة للأمانة. يا عم الهدوء، يلا أسمع الإجابات من الجمهور، أسمع إجابات أيضا أكثر من إجابة أسمعها من الجمهور. ثعور. شراعو. شراعو، والله يعني شوف أنت هنا لا تحطني في موقف صعب،
الله يعني. اجابتك شوف خليني اكون معك صحيح. حاول تفكر في حال ان الاجابه صحيحه ابي اسمعها منك بالنطق السليم. طيب حلول خلاص. بسوي نفسي ما سمعت حلول. تبي احتمالات؟ اعطي احتمالات. راح اخصم منك 500 ريال. ما في مشكلة. لكن الامانه عشان ما اكون خسرتك انت قلت احد احدى الاجابات الصحيحه نطقتها من شوي. هي سعور معناتها سعور. سعور. بعد نطقتها لي غلط. بعد نطقتها لي غلط. ساعو. يلا. شاعو شاعو. شاعو؟ شاعو. فيها حرف ناقص. شاعور. بعد فيها حرفين ناقصين الحين. الآن الآن. شراعو. 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 شراعو أم شراعو؟ شراعو. شو رأيك؟ شراعو. ولا شراعو؟ لا لا شراعو. ولا شراعو؟ شراعو شراعو. 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 إذن الآن هو أنت طبعًا نطقتها لي بنطق شوي مختلف. أنا بصراحة ما بعرفه يعني. نعم صحيح لكن أنا أبيك إنك تنطقها باللفظ المتداول في البيئة القطرية. هي جزيرة ساحلية قطرية تبعد عن الساحل بحوالي 50 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من خور العديد، تتكون من مجموعة من الكتل الصخرية ذات التكوينات القديمة. عيد لي الجزيرة مرة ثانية. شراعو. جزيرة شراعو. شراعو. متأكد؟ إذا الله. مو بالسافلية. إذا الله. ولا حلول. لا لا لا. شراعو. إن شاء الله. 2000 ريال. ألف ألف مبروك. بالفعل هي جزيرة شراعو. أتمنى لك وقت سعيد وممتع أيضا في سوق واقف. تفضل السلام جاهز. بارك الله فيك. يا مرحبا. ناخذ من الجمهور. ناخذ من الجمهور. طيب الآن الوالدة اللي موجودة هنا مع بنتها الصغيرة، حياكم الله أنتوا الثنتين. يا مرحبا. طبعا الدرج متواجد في يمين المسرح. برنامج سوق واقف مشاهدينا الكرام وأيضا حضورنا الكريم هو برنامج أسبوعي يعرض على قناة الريان. هدف هذا البرنامج هو هدف معلوماتي تنافسي، وأيضا نهدف من خلال هذا البرنامج أن نحن نعزز عندكم الأمور التعليمية المعلوماتية في أكثر من جانب من جوانب البيئة القطرية وحتى أيضا التاريخ القطري الجغرافيا القطرية والمعلومات العامة. يا هلا ومرحبا حياكم الله. يا هلا ومرحبا. عارفيني باسمك وانت قاعدة تمشين، شو اسمك؟ نورة. نورة؟ يا هلا يا نورة تعالي حياك. عارفيني باسمك يما؟ أم نورة. أم نورة؟ نعم. يا هلا ومرحبا فيكم، ايش سويتوا في سوق واقف؟ والله تمشينا لفينا على التمور وجينا. حلو تمشيتوا وشفتوا سوق التمور والان جيتوا. اي والله. وين تحصلون نفسكم؟ في الجغرافيا، في الرياضه، في التاريخ او في المعلومات العامه؟ المعلومات العامه. في المعلومات العامه. نقول بسم الله. بسم الله. المعلومات العامه؟ نعم. سؤال جدا صعب. ساعدنا. ما هي عاصمة غامبيا؟ ما هي عاصمة غامبيا؟ سمعتي عن دولة غامبيا؟ لا والله. هي من احدى الدول الافريقية. هاي يا نورة. منهل. شلون؟ منهل. خليني اسمعها بصوت اعلى. منهل. بانجول. منهل. منهو. منهو. منهل. بانجول. ايه. بانجول. نعم. عاصمة غامبيا هي بانجول؟ نعم. طيب خلنا نعم. نسمع لك. تعالي. نعم. تعالي عندي. شو اسمك انت مرة ثانية؟ قلتي لي نورة. صح؟ تعرفين غامبيا؟ ما تعرفين غامبيا. شنو هي عاصمة غامبيا دام انها ما تعرفينها؟ بانجول. امك تقول بانجول. ايش رايك؟ احكي. بانجول او بانجول، هل هي فعلا عاصمة غامبيا؟ ايش رايك؟ أقول صح ولا أقول غلط؟ صح. تعالي تعالي هني في النص. تعالي نوخر شوي عن الوالدة. تعالي هني شوي. حلو خليك بعيد عن أمك. أنا بجيبك بعيد عشان أشوف الإجابة. عاصمة غامبيا هي بانجول، صح ولا صح ولا غلط؟ صح. هذا الكلام أمك تقوله، صح أم غلط؟ صح. صح أم خطأ؟ صح. صح ولا غلط؟ صح. صحيح أم خطأ؟ صح. بالفعل إجابتك 2000 ريال. بالفعل عاصمة غامبيا هي بانجول. أتمنى لكم وقت سعيد. روحي العبي واستانسي في الألعاب. مهرجان ربيع سوق واقف لحم موجود ينظم طبعا في ساحة الأحمد وساحة الحمام. روحي العبي واستانسي. أتمنى لكم وقت سعيد. أختي أم نورة. نعم. يا هلا ومرحبا فيكم. تفضلوا استلموا جائزتكم من تحت. يا هلا ومرحبا. الآن مشاهدينا الكرام ما زلنا متواصلين معاكم ولكن ننتقل إلى هذا الفاصل ونكمل باقي فقرات برنامج سوق واقف عقب هذا الفاصل. خلكم معنا.
يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية من خلال مسرح سوق واقف. أحب قبل ما أبدأ فقرات هذه الفقرة أشوف جمهور برنامج سوق واقف، أشوف حماس الجمهور. جاهزين؟ ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، عيني عليكم باردة. يعجبني حماسكم، يعجبني حماسكم للأمانة. الآن راح ناخذ من الجمهور ولا ناخذ اتصالات؟ يلا ناخذ الآن من الجمهور، خلونا ناخذ من أمام الجمهور. حياتش أختي، تفضلي أنت وعيالك، حياكم الله، حياكم الله، أنت ولدك، حياك الله. الآن إحنا راح نحاول أن ناخذ أكبر قدر ممكن من محبين برنامج سوق واقف. حياك الله أختي، يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا أختي، حياك الله، تفضلي. أيوة. يا هلا، عرفيني باسمك. المدام مها صلاح. يا هلا ومرحبا فيك اختي. أيوة. مها. أيوة. وين تحصلين نفسك، في الجغرافيا، في الرياضه، في التاريخ، ولا في المعلومات العامه؟ في الرياضه. في الرياضه، نقول بسم الله. ايوه. تعال يا علي، تعال تعال، اهو علي اللي بيلعب في نادي السد اللي انت بتحبه ذا. حلو، هذا ولدك. ايوه. يا هلا ومرحبا فيك يا علي، تلعب في نادي السد؟ ايوه. طبعا احنا نحب ان من البدايه ان احنا نبارك حق نادي السد الامانه، فوزه على نادي أكيد الوصل أكيد الاماراتي استناصه. ثلاث نقاط من ملعب الوصل الاماراتي. عليك امر لو توقفون شوي هناك عشان يمدينا ان انا افتح السؤال. أوكي. ونشوف. معلق رياضي قطري بدا التعليق منذ عام 1975 في اذاعه يوسف قطر. يوسف سيف. يوسف سيف. يوسف سيف بالفعل، اجابتك الصحيحه 2000 ريال بالفعل. يوسف سيف، يا هلا ومرحبا فيك. شكرا. انك تسلمي جائزتك. ونحيي الشيخ تميم والشيخ حمد، وهم على راسنا من فوق بصراحه، ناس كرمة، واحنا يعني كل اهل قطر كريمه. الله يعطيك العافيه، وقطر شهاده نحتفل يعني فيها كلنا للامانه. انا اشكر لك على الراس من فوق والله، وايضا اشكر كل هذه الامنيات الصادقه من قلبك. قطر، اللي بيحب قطر يسقف لقطر. يلا يعطيك العافيه، الف مبروك الكل اللي صفك. تفضلي هناك، تفضلي استلمين، ودي الميكروفون معك. يا مرحبا. ناخذ من الجمهور، حياكم الله انتوا الاثنين، حياكم الله من الباب اللي هناك، حياكم الله. نشكر طبعا جميع المشاعر الصادقه من الاخت. يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم. نحاول ان احنا نستغرق الوقت المتبقي لنا. يا هلا ومرحبا، عرفني باسمك. عبيد. يا هلا ومرحبا، شو اسمك؟ راشد. يا هلا يا راشد، ايش سويتوا في سوق واقف؟ تمشيناه. تمشيت. طبعا احنا المساء ناخذ عوائل، لكن للامانه خلينا نشوف الشباب ونشوف معلوماتكم ونشوف قوه معلوماتكم وحصيلتكم المعلوماتيه. راشد ابو سنيده، في الجغرافيا، في الرياضه، في التاريخ، ولا في المعلومات العامه؟ رياضه. هاي راشد، يلا يا راشد. رياضه. رياضه، تشجع اي نادي؟ ريان. ارفع لي الميكروفون. ريان. نادي الريان، يستاهل الرهيب الرياني. يستاهل طبعا الرهيب الرياني، وتعادل من امام الاستقلال الايراني في مباراه جريت في قطر. نبارك لهم ايضا هذه النقطه، ونتمنى التوفيق لجميع الانديه القطريه الممثله لدوله قطر في دوري ابطال اسيا. ابو سنيده، لك في الهجن؟ لك في الهجن؟ عندك معلومات عن الهجن؟ بقول لك السؤال، اين يوجد مضمار سباقات الهجن؟ سباقات الهجن وين موجوده؟ هاي ابو سنيده. شحنية. شحنية؟ ما تبي تفكر؟ شحنية. 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 متأكد؟ ما تبي يعطيك إجابات؟ ارفع لي الميكروفون. الشحنية. هي. شحنية. اللهم. ولا في الريان؟ رياني أنت؟ ها؟ في الشحنية ولا في الريان؟ ولا في الدوحة؟ ولا في الخور؟ ولا في الشمال؟ شحنية. 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 شحنية بالفعل، إجابتك صحيحة، ألف مبروك لك، 2000 ريال يا راشد، تفضل استلم جائزتك. والحين ناخذ اتصال. ناخذ اتصال. ناخذ اتصال ونقول الو. هلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا. من معاي؟ معاي محمد. يا هلا يا محمد، شو اخبارك يا محمد؟ الو. مرحبا يا محمد، تسمعني؟ هلا هلا. ايه. يا هلا، شو اخبارك؟ ان شاء الله طيب. الحمد لله. الله يدوم عليك الخير وبإذن الله والطيب. الآن يا محمد راح تظهر لك البيبان على الشاشة، تفضل اختار لي باب من الأبواب الظاهرة لك على الشاشة. يلا يا محمد، أي باب تبي؟ رقم 4.
الباب رقم 4 افتح يا باب. الحق ما تلحق يا محمد، الحق ما تلحق. راح أعطيك الآن 5 أسئلة، إجابة هذه الأسئلة عبارة عن صح أم خطأ. أول إجابة صحيحة راح تكون 1000 ريال، باقي الإجابات الصحيحة راح تكون 500 ريال، وعندك دقيقة واحدة. جاهز؟ جاهز إن شاء الله. يلا راح تبدأ الآن الدقيقة، وراح أبدأ الآن أنا بذكر الأسئلة. نقول بسم الله. تأسست الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عام 1992، صح أم خطأ؟ صح. إجابتك صحيحة، 1000 ريال. أقيمت أول بطولة لكأس سمو الأمير في عام 1985، صح أم خطأ؟ خطأ. إجابتك صحيحة، 500 ريال. في عام 1992 تم اكتشاف النفط في حقل الشاهين، صح أم خطأ؟ حقل الشاهين صح. إجابتك صحيحة، 500 ريال. مسلسل كسر الخواطر من تأليف عبد العزيز المحمود، صح أم خطأ؟ خطأ خطأ. إجابتك صحيحة، بالفعل كلية الهندسة بجامعة قطر أنشئت عام 1980، صح أم خطأ؟ صح. إجابتك صحيحة، 500 ريال، وألف مبروك عليك، 3000 ريال. جميع مشاركينا اليوم اللي شاركوا في الحق ما تلحق فازوا معانا ب 3000 ريال. ناخذ اتصال ثاني ونقول ألو. ألو. يا هلا ومرحبا، من معاي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، من معاي؟ وياك منال. منال، يا هلا يا منال. منال، السؤال الذهبي راح، أبواب كثيرة من الحق ما تلحق كلها راحت، باقي تقريبا بابين أو 3 أبواب أو باب واحد يمكن. نعم، باب واحد. راح تظهر لك الآن البيبان على الشاشة يا منال، اختاري لي باب من الأبواب الظاهرة لك. وما عليك أمر يا منال، قصري لي على صوت التلفزيون، سمعيني من التلفون. أي باب؟ 12. الباب رقم 12، افتح يا باب. سؤال على الطاير يا منال. طبعا تعرفين كم قيمة جائزة سؤال على الطاير؟ أيوة، 1000 ريال. 1000 ريال، بالفعل 1000 ريال. ونقول بسم الله. أين يقع مسرح عبد العزيز ناصر يا منال؟ أين يقع مسرح عبد العزيز ناصر يا منال؟ سوق واقف. سوق واقف، متأكدة ولا تبين تفكرين ولا تبين تستشيرين حد؟ ولا تبي تثبتين؟ سوق واقف. سوق واقف، نثبت؟ اي ان شاء الله. نعم بالفعل، في سوق واقف. الف الف مبروك لك يا منال، بالفعل مبروك عليك ال1000 ريال. مسرح عبد العزيز ناصر يقع في سوق واقف، كان يسمى سابقا بمسرح الريان قبل ان يتم تغييره الى اسم الملحن القطري رحمه الله عليه عبد العزيز ناصر. ناخذ اتصال ونقول له. معي نور، يا هلا يا نور. يا هلا ومرحبا نور. يا هلا يا صالح، ناخذ اتصال ثاني ونقول يا هلا يا صالح. هلا الشيخ. مرحبا يا صالح، شخبارك؟ ان شاء الله طيب. تمام الحمد لله، ايش حالك انت؟ والله الحمد لله، بشرك زان حالك. شلون معنوياتك حق البيبان، جاهز؟ والله معنوياتي طايحه بعد السؤال الذهبي، لكن الله كريم. يلا راح تظهر لك الان الابواب على الشاشه. يا صالح اختار لي باب من البيبان الظاهرة لك على الشاشة. ما عندي، ترى متابعك على الراديو. طيب انا راح اقول لك البيبان واختار لي باب من هالبيبان. عندك 1، عندك 3، عندك 5 و6، عندك 9 و10 و11. الباب رقم 1. العشرة. الباب رقم 10، افتح يا باب. الحق ما تلحق يا صالح، الحق ما تلحق. راح أعطيك الآن أخوي صالح 5 أسئلة، إجابة ال5 أسئلة هذه راح تكون عبارة عن صح أم خطأ. أول إجابة صحيحة راح تكون 1000 ريال، باقي الإجابات الصحيحة راح تكون 500 ريال، وعندك دقيقة واحدة وتجاوبني فيها بصح أم خطأ. جاهز؟ جاهز. يلا يا صالح جاهز وأنا جاهز، الدقيقة راح تبدأ تعد الآن. بسم الله. في عام 2010 تم إطلاق شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، صح أم خطأ؟ صح. إجابتك صحيحة، 1000 ريال. أنشئت إذاعة صوت الخليج في عام 2002، صح أم خطأ؟ صح. إجابتك صحيحة، 500 ريال. جامعة ستندن الهولندية لا يوجد لها فرع في قطر، صح أم خطأ؟
معروف خطأ. إجابتك صحيحة، 500 ريال. رصاصة رحمة، مسلسل من بطولة الفنان القدير عبد العزيز جاسم، صح أم خطأ؟ صح. إجابتك صحيحة، 500 ريال. آخر سؤال، العالية هي جزيرة قطرية، صح أم خطأ؟ أكيد صح. أكيد بالفعل، ألف مبروك لك، فزت معانا ب3000 ريال، ألف مبروك. والآن نبدأ نختار من الجمهور، عندنا من أمام المسرح، من يمين المسرح، من يسار المسرح. أخواني حياكم الله، حياكم الله أنتم الاثنين مع الوالد. أخوي حياك الله وياهم، يا مرحبا. راح نحاول الآن ناخذ أكبر قدر ممكن من مشاهدين ومتابعين ومحبين أيضا برنامج سوق واقف. يا هلا ومرحبا، عرفني باسمك. ماجد. يا هلا يا ماجد، عرفنا باسمك. خلنا نسمع محمد. محمد. يا هلا يا محمد، عرفنا باسمك. عبد العلي محمد. الله، عبد العلي محمد. يا هلا ومرحبا فيكم، شو اخبارك يا محمد؟ محمد سويت في اليوم الرياضي؟ عطى المايك، لعبت. خلي المايك الثاني عند ابوك، ما عليك امر. لعبت تحديات. حلو، لعبت تحديات. مارست رياضه في اليوم الرياضي، كان يوم الثلاثاء اللي طاف. ايوه نعم. صحيح؟ صحيح نعم يا محمد. عندك الجغرافيا، عندك الرياضه، عندك التاريخ، وعندك المعلومات العامه. الرياضه. رياضي. أي نوع من أنواع الرياضة اللي تحب تمارسها يا محمد؟ مبارزة. المبارزة، نقول بسم الله. هي سؤال عن الملاكمة، قريب من المبارزة. في أي عام استضافت قطر بطولة كأس العالم للملاكمة؟ في أي عام استضافت قطر بطولة كأس العالم للملاكمة؟ هاي محمد. ناخذ خيارات ولا؟ لا لا، اذا خيارات انا جاهز، راح اعطيك اربع خيارات لكن راح اخصم منك 500 ريال اذا اعطيتك اربع، وراح اخصم منك 1000 ريال اذا اعطيتك خيارين. يلا الجمهور. 2015. متاكد؟ من وين جبت المعلومه؟ من الجمهور. من الجمهور. ابيها ب 2015 بصوت عالي. 2015. وين بصوت عالي؟ 2015. وين بصوت عالي؟ الله يعطيك العافية، بالفعل إجابتك صحيحة، ألف ألف مبروك. بالفعل بطولة كأس العالم للملاكمة أقيمت في عام 2015، تفضلوا استلموا جائزتكم. يا مرحبا يا مرحبا، وألف ألف مبروك مشاهدينا الكرام، حضورنا الكريم. استمتعت معاكم خلال ساعة مليئة من الزمن، كانت هذه الساعة من الزمن مليئة بالتحديات وأيضا مليئة بالأوقات العصيبة والحماس والحصيلة المعلوماتية. كنت معاكم أنا في هذه الحلقة، استأنست معاكم، نشوفكم على خير في نفس الموعد وفي نفس التوقيت إن شاء الله الأسبوع القادم في برنامج سوق واقف. في أمان الله.